يعتبر هذا المعرض المعرض الأول في ضاحي السيوح للأسر المنتجة والتاجر الصغير. المعرض لاقى إقبال كبير من الأهالي ومشاركة أكثر من 20 عارض لهذا المعرض وتفاعل الأهالي مع هذا المعرض. يهدف هذا المعرض دعم للأسر المنتجة في الضاحية ومعرفة أهالي الضاحية بهذه المنتجات، خاصة قبل عيد الأضحى المبارك، صلى الله يعود علينا وعليكم. بالإضافة لهذا المعرض هناك ورش ترفيهية للأطفال وتثقيفهم.